اول حاجه تابعنا 41 دقيقه ديال الطريق، وباش غندوز 40 دقيقه غادي نتفرج في الفيلم ديالي تقريبا هذه ساعه باش تحط، و اون ميم طون غادي نشرب القهوه اللي جبت ليا ميسكارو. ميسكارو سي هلو. المهم دابا غادي نهزو داكشي ديالنا ومن بعد غادي نقول لكم شنو غنديروا اليوم. هاي ايفريوان اند ويلكم باك تو ماي شانل، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اول حاجه كنعتذر بزاف على الغياب الطويل في لاشين ديال يوتيوب. نورمالمون هذه شهرين ما لوحت حتى شي فيديو، والسبب هو انه كان بزاف الحوايج خاصني نديرهم ودرتهم وغادي نبوستهم معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين وحتى في انستغرام. المهم اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو هو انه بغيت نشير واحد النقطه مهمه ومهمه بزاف، واللي هي انني موجد لواحد سوربريز الناس اللي غادي يجيو يقراو في لاشين، وأو ميم طون حتى الناس اللي ديجا كاينين هنايا وكيقراو في لاشين. المهم هاد السوربريز هادي ما غاديش نقول لكم دابا شنو هي، وانما غادي نخليها لكم غادي تقريبا من هنا يومين او ثلاث ايام عاد غادي نعلن عليها في الانستغرام. المهم غادي نخلي لكم انستغرام في الديسكريبسيون، ما تنساوش انكم دوزوا الانستغرام وديروا فولو وتسولوا اولا تستشروني في اي حاجه عندها علاقه بالقرايه في لاشين اولا المعيشه اولا اي حاجه كما بغات تكون. المهم دابا غادي نشرح لكم البلان كيفاش داير. انا دابا كاين في واحد المتحف اللي سميتو جونغوا بوخاتشا دا غواتجي اللي كيعني شاينيز تي ميوزيم، وهاد شاينيز تي ميوزيم كنت ديجا جيت ليه شي 5 ولا 4 ديال المرات قبل، ولكن المرات اللي كانوا فاتوا كنت كنجي له فقط كاعمال تطوعيه وك دي زاكتيفيتي من طرف اليونيفرسيتي ديال شاينا جيليون يونيفرسيتي. والمهم هاد شاينيز تي ميوزيم منظم واحد الكومبيتيسيون اللي غتكون فيها 24 يونيفرسيتي في مدينه هانجو، وكل يونيفرسيتي المطلوب انهم يقدموا واحد تراديشنال تي، سواء يكون شاينيز تراديشنال تي او لا انادر انترناشونال تراديشنال تي. المهم بصفتنا كشاينا جيليون يونيفرسيتي غادي نقدموا مروكن تراديشنال تي، وقلت لكم كاينين 24 يونيفرسيتي، ولكن هذه ديجا يعني جوج سيمانات دابا تقريبا 15 يوم كانوا دزنا بين 24، ولكن فقط بقينا 10، واليوم هو النهائيات ديال هاد الكومبيتيسيون هادي، وغادي يكون فيها بزاف ديال الاجواء بزاف ديال الحوايج زوينين غادي نوري لكم، غادي نوري لكم في الفيديو، ولكن في حتى الاخر عاد نشرح لكم البلان كيفاش غادي تدخلوا هاد الفلوس، كيفاش انكم تجيبوا هاد الفلوس وكيفاش. المهم البلان كيفاش داير. المهم البلان ديال الفلوس غادي نخليه حتى الاخر ديال الفيديو، فقط غادي نركز لكم على البلان والمضمون ديال الفيديو كيفاش غادي يكون، حيت نورمالمون دابا راني معطل ومعطل بزاف، غادي خصني نمشي وتابعني بزاف ما يدار. المهم غادي نخليكم كيفاش الاجواء غادي يدوزوا. المهم هذه هي الدخله ديال شاينيز تي ميوزيم، ماشي هذا هو الميوزيم الصراحه، ولكن هذه فقط في واحد لابارت من شاينيز تي ميوزيم. المهم دابا غادي خصني باش انني نمشي، كيف كتشوفوا هنايا الناس تيبدلوا حوايجهم، غادي خصني باش انني نبدل حوايجي ونلبس موروكان تراديشنال تي، عفوا موروكان تراديشنال كلوتس. هنا هما كيلبسوا دابا هذا واحد الهانفو ولا سيفو اللي غادي يكونوا كيمثلوا به شاينيز تي ميوزيم شاينيز تي ديالهم. المهم راني تالفو شويه ديال ستريس، ولكن المهم هذا هو الجروب ديالي هو هذا، وغادي المهم دابا غادي نوجدوا داكشي ديالنا ونخليكم مع الاجواء. المهم لقيتهم تيغوتوا عليا كيقولوا لي فين تعطلتوا بحال هكا. المهم دابا انا غادي نمشي للدبليو سي باش انني نبدل حوايجي، وغادي نلبس غادي نلبس الجبهدور المغربي ديجا فيت لبسو. ومهم دابا غادي نمشي نبدل الحوايجي، اي فوالا دابا بدلت الحوايج وغادي نمشي باش انني نلتحق بالجروب، كاين بزاف الحوايج غير خصنا نديروهم. المهم غادي نخليكم تفرجوا واو ميم طون غادي نخليكم تستمتعوا بشاينيز تي ميوزيم. المهم هنايا غادي ناخذوا فقط دي بيسكوي وناخذوا شي، هنايا كاين واحد الطابله اللي كيقدموا فيها اتاي الصيني، واو ميم طون دي بيسكوي ودي كاتو هنايا اباوت شاينيز تراديشنال تي. المهم غادي ناخذوا شي حاجه هنايا وغادي نرجعوا نكملوا فين كان براكتيسي. ونورمالمون دابا يلاه الصباح ومازال كان براكتيسي في واحد ليطابل هنايا كيبدلوا حوايجهم وكيديروا الميك اب، واو ميم طون كيبراكتيسيو على داكشي اللي غادي يقولوا وداكشي اللي غادي يقدموا. ومن بعد عاد غادي نمشيو مورا 12 غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي غادي يكون فيها داكشي اللي غيكون اوفيسيال وبزاف. المهم هذه هي القاعه اللي غادي يدوز فيها داكشي، هنايا الناس يلاه تيقادوا الامور ديالهم وحنايا غنكونوا اون ستيج. هذه هي الطبله ديالنا
كنا ديجا طلبنا لهم تكون صغيره وغادي نحاولوا نقادوها ما امكن باش انها تكون مغربيه 100%. المهم حاولنا ان نوفروا داك الشيء اللي مغربي بحال الصينيه وشي حاجه بحال هكاك. المهم نخليكم تشوفوا هذا الشيء كيفاش غادي يكون من بعد وان شاء الله يدوز هذا الشيء ديالنا بخير وعلى خير.17号选手进行阐述。大家好，我们是来自中国吉林大学的摩洛哥大学卫生，我是刘元奇。我叫王树，我叫维密。摩洛哥茶通常被称为摩洛哥威士忌，有绿茶、红茶、白茶等。今天我们为大家带来摩洛哥薄荷茶。 希望你们喜欢我们的摩洛哥薄荷茶。现在，请17号和16号选手同时开始冲泡，请评委老师打分。 Introduce yourself. In Chinese or in English? If you can use Chinese, just try. 你好，我叫刘元奇。 我是中国吉林大学的学生，我来自摩洛哥，是学习优先。
المهم دابا سالينا البيرفورمانس ديالنا وجينا كارتاحو في هاد البلاصه هذه اللي كنا كنبدلو فيها الحوايج وكنبراكتيسيو فيها. ودابا جات الوقيته باش انني غادي نقول لكم الغرض من هاد الفيديو، واللي هو انكم كيفاش انكم تقدروا تدخلوا واحد الباسيف انكم اللي كيكون قانونيا و او ميم طون مع كتكونوا كتقراو، يعني موازاه مع القرايه كلكم انكم تدخلوا واحد الباسيف انكم في النهار اللي غادي يكون كيساعدكم على المعيشه ديالكم في وسط لاشين هنايا. المهم هاد لاكتيفيتي كيف قلت لكم هي واحد لاكتيفيتي تنظمات من هاد الميوزيم، وكيشاركوا فيها 24 يونيفرسيتي في مدينه هانجو، ومن اصل 24 يونيفرسيتي تختارينا 10، واليوم كاين النهائيات اللي غيختاروا التوب 3، يعني غيختاروا فقط ثلاثه ديال بيست تراديشنالتي اللي غادي ياخذوا ديك البرايس. وحنا دزنا سواء دزنا او ما دزناش اصلا رابحين حيت ديجا اصلا تاهلنا للعشره الاولين، وهاد العشرة الاولين عندهم الكاباسيتي او عندهم لوبورتونيتي باش انهم يحصلوا على ديك البرايس. البرايس اللي كيتقدر الثمن ديالو 1000 ارمبي الواحد، يعني بحال مثلا حنا يجينا من جيليان بين ثلاثه ديال الناس، ثلاثه ديال ستودنت، كل ستودنت غياخذ 1000 ارمبي، يعني 1000 ارمبي جات تقريبا شي 1500 درهم. يعني جينا درنا لاكتيفيتي ديالنا، بينا البيرفورمانس ديالنا، بينا الانترناشنال تراديشنال تي اللي كاين عندنا في اليونيفرسيتي واللي هو الاكثريه ديال المروكو، جينا وبيناه ودزنا ديجا هذه 15 يوم كنا ديجا ربحنا وتاهلنا باش ندوزو العشرة الاولين. وسواء دابا ربحنا او لا ما ربحناش غادي ناخذوا 1000 ارمبي الواحد، يعني كاستودنت انا غناخذ 1000 ارمبي، والاخرين البنات اللي معايا حتى هما غياخذوا 1000 ارمبي اللي جات 1500 درهم. هاد كيفاش كيعطيوك هاد 1000، هاد كيفاش كيعطيوك هاد 1000 ارمبي؟ هاد 1000 ارمبي انت كتقرر واش انك غادي يعطيوها لك تما نيت، اولا كتقول لهم يخليوها لك حتى الاخر ديال العام او حتى الاخر ديال السيمستر، حيت في كل عام كندفعوا السكولارشيب، يعني ستودنت فوسط لاشين كل عام تيدفعوا الفيزا وتيدفعوا السكولارشيب. فاش كيجيو يدفعوا دوك السكولارشيب كيكون عندهم واحد لي زاكتيفيتي اللي بحال هادو ديجا خداو فيهم الفلوس او لا ما خداوش فيهم الفلوس، كيكونوا كيدفعوا، يعني بحال مثلا انا 1000 ارمبي بلس غيقولوا لي يا اما نعطيوها لك دابا يا اما غادي نخليوها لك حتى الاخر ديال العام. وفاش تدفع سكولارشيب غادي غادي خصك تخلص واحد الامونت، هذاك الامونت غادي نقصوا من نقصوا لك منه مثلا 1000 ارمبي اللي ربحت اليوم. يعني انتم عندكم الاختيار سواء انكم تاخذوها سوغ بلاص سواء انكم تخليوها حتى الاخر ديال العام، هما بجوج في الحالتين راهم يعني غيعطيوها لكم، غير هو من الاحسن انكم تاخذوها سوغ بلاص. علاش؟ حيت كتكونوا بزاف، كيكونوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كيكونوا بزاف ديال لي بيرفورمانس كيداروا للستودنت، انتم ما حاولوا ما امكن انكم تشدوا دوك لي زاكتيفيتي وتخلصوا منهم، حيت كاينين بزاف، يعني بحال مثلا هذه كاينه ديال مثلا ديال تشاينيز تي، كاين واحده اخرى ديال فريسبي، مثلا كاين الباسكت، كاينين دي كومبيتيسيون مع دي زوتر يونيفرسيتي، يعني كيكونوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي كيمكن لكم انكم تخلصوا منهم، و او ميم طون اللي كينفعوكم في السكولارشيب ديالكم وفي الدراسه ديالكم هنايا في لاشين. المهم كيف قلت لكم مثلا لي سبورتيف المينيموم كيتخلصوا شي الى ربحتوا كتكون تقريبا 1500 ار ام بي البرايس، يعني 1500 ار ام بي الواحد كيشدها، يعني سواء كان فريسبي او لا الباسكت. المهم هاد جوج فريسبي والباسكت وحتى البادمينتون هما اكثر الانواع ديال السبور اللي كيكونوا في لي زونيفرسيتي وكيديروا فيهم بزاف ديال لي كومبيتيسيون في بزاف ديال الجامعات هنايا في لاشين، وكيكون عندهم حتى واحد القيمه طالعه بزاف، ماشي بحالنا حنايا في المغرب، يعني اكثريه يعني عارف غير الفوتبول وشي حاجه بحال هكا، يعني الفوتبول شي حاجه رئيسيه في المغرب، وكيف هنايا في لاشين عندهم شي حاجه رئيسيه بالباسكت والفريسبي وحتى البادمينتون وشي حاجه بحال هكا. المهم ومام طو كيعطيونا دي كادو وغادي يعطيونا بزاف ديال الحوايج كنا شفناهم ليه، ومام طو كانوا قبيله على الدخله. يلا حنا دخلنا الصباح للميوزيم، عطاونا واحد بتيت شي حاجه، المهم بحال هكا انا غادي نوريها لكم دابا اللي كتكون ما عرفتش شنو فيها بالضبط، ولكن المهم كيكونوا بزاف ديال الحوايج صراحه زوينين كيعطيوك الماكله فابور، العصير فابور، كاين بزاف ديال لي بسكوي، بزاف ديال الماكله، شي حاجه مهم بحال هكا كيعطوك، عطاونا المهم شي حوايج جديده غنصوروا لكم من بعد، وعطاونا هذا الشيء غنحلوه معكم دابا. المهم هذه شي واحد الشكاره تقريبا ولا ما نعرف شنو عندي بحال تمشي كنقرا بها، المهم نحلها دابا معكم.
عطينا هنايا واحد الجوج ديال الكتوبه ما عرف هذا ديالاش ديال Wonderful Game اللي كتنظم في لاسين وهذا العام تنظمات بالضبط في مدينه هانجو وهذا about فقط يعني Chinese traditional tea شي معدنا به غار عطاونا هنايا واحد تريكو اي ثينك بصاب يكون اكس ام المهم عطاونا هذا اي ثينك نوريه لكم المهم نتمنى تكونوا كتشوفوه هو هذا في الابيض فيه هذا الشعار ديال شاينيز تي ميوزيم وحتى واحد الشعار في داخل ما عارف شنو بالضبط المهم هو هذا هنايا ذا ماين ان شاينيز تي وندرفول جيم ومن طن عطاونا هذا يعني اتاي ديالهم هنايا هذا فقط كيكون يعني ديال الورد وهنايا كيكون اتاي ديالهم الصيني يعني كيعطيوه لك يعني فقط كاسوفينيغ ولا شي حاجه بحال هكا ما عرفتش شنو كيقصدوا له بالضبط ولكن المهم ناخذوا الفلوس و اون ميم طون ناخذوا شي حوايج في الاخرين اللي جا هو هذاك ما تنساوش انكم كيف قلت لكم منين تجيو لاشين جيبوا معكم بزاف ديال ماشي بزاف وانما جيبوا معكم تراديشنال كلوتس ديالكم حيتاش ان فوق ما كيشوفوا اجنبي يعني كيشوفوا فيه صوره فضخه وبالضبط الا كنتو مثلا بحال هاد لي زوكازيون او لهاد لي زيفينمون كتلبسوا فيهم حوايج تقليديه مغربيه راه بحال اللي جبتي لهم شي حاجه جديده فوسط لاشين يعني اول مره كيشوفوها كيبغيو يديروا معاك انترفيو كيف داروه معايا قبل كيبغيو يتصوروا معاه كيبغيو يعني كيجيوك واحد الفرص بزاف وتقدر انكم يعني تكون غير غادي في الطريق حتى انك يعني خارج من الدار يعني خارج مثلا 100 ار ام بي تقدر تجيب 1000 ار ام بي ولا شي حاجه بحال هكا يعني كيكونوا بزاف ديال لي زوبورتونيتي حاولوا ما انكم تستغلوهم فقط خصكم تكون عندكم اللغه الصينيه تكونوا تايقين في راسكم وطبيعه الحال انكم تكونوا مزيانين مع داتكم ومع المغير وتبغيو الناس الخير باش ربي يسهل عليكم ويسهل على كل شيء ان شاء الله هذا الشيء هو اللي كنت بغيت نقول لكم هذا فقط يوم من الايام اللي كندوز هنا في لاشين اللي بغيت نقول لكم انكم خاصكم تكونوا تري بيرفورمانس تكونوا تايقين في راسكم وانكم تقراو مزيان اللغه الصينيه وفهمتي يعني ان شاء الله ربي غيسهل على كل واحد والفيديو الجاي ان شاء الله نقدر ندير لكم فيديو على كيفاش انك تقدر تخدم في لاشين واش اصلا كاينه الخدمه في لاشين زعما كاينه واش ليغال ولا ماشي ليغال وشنو هما حتى الا كانت ليغال شنو هما الانواع ديال الخدمه اللي يمكن لك تخدم وشحال واش قانونيا ولا لا ومعامل وكيفاش وشحال والساعه والوقت ومعامل خصك تتعامل واش من مهم بزاف ديال الحوايج غادي نختصرهم في واحد الفيديو الجاي وغادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مثلا يقدر يكون على الخدمه هذا الشيء اللي كاين المهم دابا غادي نتسناو باش انا نمشيو نشوفوا الريزولطا ديال ذا بيست تري تراديشنال تي اللي كاينين في هاد شاينيز تي ميوزيم يقدر يكون جوج شاينيز وواحد يكون مغربي حيتاش المغاربه او حنايا بوحدنا اللي مغاربه وحنايا بوحدنا اللي انترناشونال هنايا يعني كافورينر نتمنى ان شاء الله احنا ندوزو وان شاء الله اي ثينك غادي ندوزو حيتاش قدمنا البيرفورمانس مزيان كلشي قدمناه مزيان ان شاء الله غادي يكون احسن وتا هما كيعجبهم الشاي المغربي نتمنى ان شاء الله تكون واحد البوغ ريزولتا ان شاء الله شي شي خير خاخو شد مسكن انا جيت غير باش نشارجي التليفون ديالي وصخي قالوا لي جيت تشرب معنا اتاي到时候你们详细的地址要给我啊！快点！
اي فوالا صلات الكومبيتيسيون ديالنا الحمد لله بخير وعلى خير وتأهلنا باش اننا نكونوا من التوب 10 ديال شاينيز تراديشنال تي وبالضبط في شاينيز تي ميوزيم وحصلنا بزاف ديال الجوائز ومنهم هذا الجولد هذا جولدن جلوري لواحد المهم جولدن جلوري وواحد لي سيرتيفيكا وداخرين وفي ميم طون ربحنا بزاف ديال الحوايج وكانت واحد الاكسبيريونس اللي زوينه بزاف ماشي غير ربحنا فيها الفلوس وانما ربحنا فيها واحد الاكسبيريونس باي باي وربحنا فيها بزاف ديال الحوايج زوينين المهم تمنى الفيديو انه يكون نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش انكم ديروا لايك وتسبسكرايب وفلاشين واي كان عندكم اي تساؤل ولا اي شي حاجه استفسار على عندها علاقه ب Studies in China. لا تنسوا أنكم تدوزوا عندي الانستغرام وتسولوا اللي بغيتوا أو تسولوا في انستغرام. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو نتمنى أن الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم وبسلام.